مرحبا، بما اني ام بسيطه فانا احب ابسط لكم كل الوصفات. هذا ابسط طريقه كريب ممكن تشوفونها. اذا تبون الوصفه تفضلوا معي الفيديو. نجي اول شيء المقادير. انا احب اجهز كل شيء قبل. زبدية، 2 كاس حليب، كاس دقيق، شوي سكر، شوي ملح، تقريبا ملعقتين سكر، ملعقتين ذرة ملح، شوي ربع البيالة زيت، وفانيليا سايلة، ممكن بودر مو بلازم فانيليا سادة. مكوناتها سهلة وأتوقع متوفرة بكل بيت، وكحلى سهل وسريع، يعني ممكن تجهزينه قبل المغرب بشوي يعني، أو على وقت قهوتكم. أحط الكاسين كلها، أحط تقريبا كل المكونات مع بعض. نسيت أحط مع المقادير بيض، بس الحين بحطه. بيضتين، فانيليا سائلة، حركهم شوي مع بعض. بيضتين، تلاحظون طبعا بناتنا ما في بالكريب ما في بيكنج باودر، ظهر البيض هو يكفي يكون مقاوم البيكنج. بس حرك المقادير زين بعدين نضيف لهم الدقيق. انا بالمقدار هذا احتجت شوي زيادة، يعني انتم وانتم تحركون تشوفون، يعني انت وش تحبينها سايلة مرة، انا احبها شوي تكون اثقل، يعني من 6 تقريبا يمكن ملعقتين دقيق زيادة. بعدين بعد ما تخلطونها غطوها وخلوها شوي 10 دقائق كذا تكفي. ممكن تخلطونها بالخلاط الكهربائي او العجانة، بس اسهل كذا اسرع، موفر مواعين. بعدين يطولين العمر تجيبوا المقلاة. انا حطيت شوية زبدة، القطعة هذه تراها كفت كل الكمية، يعني ما مو كل ما اصب احط زبدة، لا الزبدة هذه كفت كل الكمية. بعدين حطيت تقريبا مقدار مغرفتين من الخليط. سبحان الله، ما ادري كلكم مثلي ولا، بس انا اول حبة من اي مقدار، سواء حلا، كريب، بانكيك، اي شيء، اول حبة اسويها ما تضبط مرة، بعدين تبدا بعد ما اسوي الحبة الثانية والثالثة والرابعة مرة تلقينها رابعة. هذه يعني عادية، بس اللي سويتهم بعدها مرة بطول. كذا أحسن من تحريك المقلاة. بس وقلبيها، حط عليها النوتيلا، و بعد ما تقلبينها على الجهة الثانية خلاص على طول شيلوها. شوي صعوبة في التصوير عشان يصور واشتغل، تعجز صراحة اجيب الحامل حق الجوال وكذا وركبه، لاني كنت مستعجلة اصلا انا، بس قلت بوريكم الوصفة. بس خلاص، وهذه هي انتهينا من الكريب كذا. طريقة انا لفته، ممكن تقدمونه بطريقة، شوف بعض طايحين فيها يسوونها على شكل شرايط، ممكن تبدعين بالطريقة، طريقة التقديم.
هذا هو بعد ما خلصنا. تفون عليه النوتيلا. جربوا الوصفة، مرة لذيذة وسهلة وسريعة. بالعافية عليكم. حطيت بعدنا شوية توفي. اللي يحب المكسرات ممكن نضيف مكسرات، سينامون، القرفة يعني. بس كذا أكون وصلت معكم لنهاية الفيديو. أرجو أنكم تكونون استفدتوا واستمتعتوا. إذا عجبكم المحتوى شاركوا بقناتي، دعموني باللايكات ومشاركات الإيجابية، وفعلوا زر الجرس يصلكم كل جديد. أشوفكم في فيديوهات قادمة، واللقاء.